والتحذير وحسام حسن طيب الواحد الحمد لله والشكر لله بيحمد ربنا دايما على البطوله وعلى الهدف، لان ده تاريخ وسي في بالنسبه لك. بطوله افريقيا مش كتير بناخدها، يمكن احنا اكتر منتخب خدناها 7 مرات. الحمد لله كان ليا الشرف وليا الحظ ان انا اكون موجود في بطوله 98 من ضمن الجيل اللي انا بقول ان هو جيل ذهبي بمعنى الكلمه. يعني كابتن جوهري الله يرحمه كان قاعد على الدكه بره، وانا حازم معاك كوره وانا بعدي لسه هعدي، فحازم خد فاول فبيكلمني حازم بيقول لي تعالى من ورايا عشان انا احطها لك نعمل اوفر لاب وكده. المهم حازم خد الفاول، كابتن جوهري انا ماشي بقى رايح لقدام، ففكرني شوف المدرب الذكي او اللي مركز في المباراه، فكرني قال لي طارق اقف في الحيطه. انا ما كنتش اقف في الحيطه مع ان الكوره وحافظينها ان انا مكاني هنا وحسام وحازم مكانهم هنا وهاني رمزي يلعبها يعني، بس هو فكرني ان انا اقف في الحيطه وراح منادي هاني رمزي عشان هو اللي يلعب ايه الكوره وخلاص. واتفقنا مع حسام مع حازم في تحرك معين، حازم هيتحركوا عشان ياخد المدافع معاه وينزل حسام، وانا اتحرك في الوقت ده من الحيطه عشان تروح بالشكل ده. فعشان كده بقول لك الكوره ثابته ومن لمسه واحده وبطوله المصريين بيحبوها. يعني ليه المصريين بيحبوها؟ لان بطوله بقالنا كتير جدا جدا ما كناش بناخدها. بطوله كابتن جوهري قال تصريح كسر بيه الدنيا ان احنا هنروح ناخد المركز ال 13، لان احنا كنا فعلا بنتغلب من كل الفرق، يعني كل المنتخبات بتكسبنا ما لعبناش حد الا لما اتغلبنا. الضغط كان علينا الاعلام جامد جدا، كنا فرحانين جدا مباراه جنوب افريقيا، كنا احنا المفروض نرجع محجزين، الكابتن سمير عدلي حاجز طياره ان احنا نرجع على طول، فالكابتن جوهري بصراحه قال لا انا مش هرجع ومصر نايمه. وده الذكاء بتاع المدرب، يعني الفرحه اللي احنا كنا فيها والفرحه اللي المصريين فيها لازم نحسها مع بعض يعني. فقال لنا محتاجين طياره خاصه، وفعلا حصل كابتن سمير زاهر كان رئيس الاتحاد ساعتها وكابتن حازم الهواري واتخذ قرار ان احنا مع الرئاسه ان احنا نرجع في طياره خاصه، بس نرجع تاني يوم الصبح الساعه 11 الصبح. وفعلا استقبلنا سياده الرئيس وكل القاده وكل الجمهور. احنا خلي بالك احنا خرجنا من المطار، من المطار للباركن بره حوالي مثلا ما تاخدش 5 دقايق، احنا فضلنا بتاع 3 ساعات بالباص، الناس شايله الباص، الفرحه غير عاديه. متوقعين بالنسبه للي حصل الاعلام والكلام ده كله والماتشات والمباريات الوديه؟ طبعا لا، لانك انت الامور بالنسبه لك كانت صعبه جدا، الاداء ما كانش كويس، النتائج ما كانتش كويسه. وبالنسبه للاجتماع اللي حصل مع الكابتن محمود الجوهري في المطار، كان الله يرحمه محي الدين فكري كان موجود، كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه، صحفيين كبار جدا طالعين معانا وصحفيين كتير جدا، انا مش عايز انسى حد، كانوا كاتبين علينا كلام يعني مش كويس خالص، خاصة حسام حسن. فحسام بنقرا طبعا، احنا واحنا طالعين المطار رايحين مسافرين فبنقرا، فحسام زعل وعايز ياخد بعضه وايه ويمشي، يمشي ما يجيش معانا. فعم كابتن جوهري عمل اجتماع مع كابتن سمير عدلي قال له لمين اللعيبه، عملنا اجتماع مع كابتن جوهري. كابتن جوهري قال هم 3 كلمات، احنا ان شاء الله هنروح ناخد البطوله، واللي عايزك تشيل قلبك اللي شايل قلبه يجري بيه كده، قلبك يطلع من هنا تجري بيه كده، تموت نفسك عشان ناخد البطوله. اللي معايا اهلا وسهلا، مش معايا قول لي من دلوقتي واتوكل على الله، احنا هنروح كلنا نرد على كل الناس وهناخد البطوله.